قال مدير عام الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز الدكتور سلمان بن محمد الشيدي إن الدراسات الأولية لمسوحات بعض المناطق في السلطنة تشير إلى توقعات بوجود مخزونات تجارية للبترول في السلطنة، مؤكداً أنه على الشركات العالمية والمحلية أن تتنافس للحصول على مناطق امتياز وتوقيع عقود استكشاف وتنقيب مع حكومة السلطنة ممثلة بوزارة النفط والغاز. وأضاف الشيدي خلال توقيع اتفاقية استكشاف وحق التنقيب مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الامتياز رقم 48 الواقعة في محافظة الوسطى والظاهرة